السلام عليكم أصدقائي، حابة أشكركم جدا على حضوركم وتعليقاتكم الجميلة جدا، بكون مبسوطة جدا جدا لكم مني كل الشكر والتقدير. النهاردة معانا وصفات سهلة وسريعة، أسرع وصفات تقدري تعمليها للفطار والغدا والعشاء، هيعجبكم جدا الفيديو، تابعوا للآخر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة. اول وصفة معانا هنا، المقادير بتاعتها سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت. في طبق كبير هنضيف بيضة وكوباية من الحليب، وهنضيف عليه رشة ملح وفلفل اسود ومعلقة من البيكنج بودر، وهنخلط كويس جدا جدا بالمضرب اليدوي. بعد كده هنضيف كوباية من الدقيق المنخول، تقدر تضيفي رشة من البهارات المشكلة وتخلطي كويس جدا جدا. معانا بقى نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، ونص كوباية من جبنة برضو مبشورة اي نوع تاني، هتخلطيهم كويس جدا جدا، هتبقى كوباية من الميكس جبن يعني، هتخلطيهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. وفي طاسة على النار هتضيفي معلقة صغيرة من الزبدة وهتسيحيها، وبعد كده هتنزلي بالخليط وهتفرديه بالشكل ده كده، وهتغطي عليه دقيقتين بس على ما تجمد من تحت كده. بعد كده هتقلبيها على الناحية التانية بعد ما تاخد لون، وبس كده هتكون جاهزة معاكي في أقل من دقيقتين. هيكون عندك فطار، للفطار او للعشاء، جربيها، يحبوها الاطفال جدا، سهلة جدا وسريعة. معنا افكار تانية كتيرة جدا هتعجبكم ان شاء الله، تابعوا لاخر الفيديو. ويا رب ان شاء الله يدوم التواصل ما بيننا على خير ان شاء الله. دي وصفة تانية هتعجبكم جدا جدا، مقاديرها عبارة عن كوباية من الدقيق المنخول، وهنضيف كوباية من ميكس جبن عليها، وبعد كده هنضيف بيضتين اتنين، وهنضيف شوية من الملح والفلفل الاسود ومعلقتين كبار من الزيت وربع كوباية من الحليب وشوية من البهارات المشكلة كده وشوية من البقدونس المفروم وبالطين، وهنخلط كويس جدا جدا. وبعد كده في طاسة على النار وهننزل بالخليط نفرده، نحمره من الجنبين بالشكل ده كده، سهل جدا وسريع، وتقدري تستخدميها بقى مع حشوات تانية او تاكليها كده. افكار جميله ان شاء الله تعجبكم. الوصفه اللي بعد كده عباره عن اي نوع من الجبنه البيضه عندك، وجبنه مبشوره تانية اي نوع برضو، بقدونس مفروم وبالطين وشويه من التوابل والملح والبهارات، وهنخلط كويس جدا جدا بالشكل ده كده. وفي طاسه على النار، في طاسه غير لاصقه على نار متوسطه، هنبدا ناخد قطعه بقطعه من الخليط بتاعنا ونضيفه في الطاسة، ونغطي عليه دقيقتين كده لحد ما يحمر من الناحية اللي تحت. بعد كده هنقلبه ونحمره من جنبين، ويبقى معانا بالشكل ده كده، وهنضيف عليها جبنة مبشورة بعد ما تطلع، ونقدمها بقى كعشاء او فطار او للاطفال. الوصفة اللي بعد كده معنا بالطين، هنضيف 3 بيضات وهنضيف عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود وشوية من التوابل والبهارات المشكلة، معلقة من اللحمة المفرومة، وهنخلط كويس جدا 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 بالشوكة. وفي طاسة على نار متوسطة فيها معلقة من الزيت، هننزل بالخليط بالشكل ده كده. افكار كتيرة جميلة، اي فكرة تعجبكم جربوها، كلها افكار جميلة جدا للفطار او للعشاء.
معانا برضو فكرة تانية جميلة جدا هتعجبكو. معانا هنا بيضتين، شوية نص معلقة صغيرة سكر وملح وفلفل وجنزبيل مفروم وتوم بودر، بصل بودر، جزر مبشور، بصل أخضر مبشور برضو مقطع قطع صغيرة. هنخلط كويس جدا جدا في طاسة على نار متوسطة، هنزل بالخليط ونفرده بالشكل ده كده لحد ما يجمد كده. بعد كده معانا رز المطبوخ الجاهز، هنضيفه وهنفرده كده زي ما انتوا شايفين، وجزر وخيار زي السوشي بالظبط كده، نظام السوشي، وهنلفه كده على بعضه. وبعد كده هنقطعه قطع صغيرة، جميل جدا ومغذي للأطفال، وأفكار جميلة جدا إن شاء الله تعجبكم. الفكرة برضو اللي بعد كده جميلة جدا وسهلة برضو جدا وسريعة، مقاديرها برضو بسيطة وموجودة في كل بيت. هنجيب أي نوع من الجبن، جبنة القريش أو الجبنة الفيتا أو أي جبنة بيضة موجودة عندك، هتهرسيها كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هتضيف عليها جزر مبشور، بقدونس مبشور، بصل أخضر مقطع قطع صغيرة جدا، وهتضيف عليها بالطين والتوابل والبهارات والفلفل الأسود. معانا معلقتين كبار من الدقيق المنخول، هنضيفهم عليهم، ومعلقة كبيرة من المية. هنخلط كويس جدا المقادير في بعض بالشكل ده كده. بعد كده تقدري تعمليها بقى بطريقتين، تقدري تاخديه بمعلقة الايس كريم المدورة الصغيرة دي وتنزلي في زيت غزير تكوني مسخنة على النار بقطع قطع قطع بالشكل ده كده. وفي فكرة تانية تقدري تستخدميها في ازازة الكوكاكولا، بتضيفي الخليط، بتقطعيها من فوق وبعد كده بتضيفي الخليط و بتاخدي منها قطعة بقطعة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بتضيفي الخليط فيها وتاخدي منها قطعة بقطعة بالشكل ده كده. بس الأسهل المعلقة، معلقة الأيس كريم لو عندك، وهتحمري القطع بالشكل ده كده وهتصفيهم كويس كويس جدا من الزيت، وتضيفيهم على الأوراق المناديل، مناديل ورقية يعني يمتص الزيت. وبعد كده تقدميها برضو مع الفطار أو العشاء أو للأطفال كسناكس كده، مغذي ولذيذ للأطفال. معانا وصفة تانية بقى عبارة برضو عن خضروات، اي نوع خضروات موجود عندك، الجزر والبقدونس او الكزبرة تتقطع تقطيع ناعم جدا، البصل برضو، اي نوع من الخضروات موجود عندك، وهتضيفي عليهم بيضتين، معلقة من دبس الرمان لو موجود عندك، شوية من التوابل والبهارات المشكلة. وبعد كده معلقتين دقيق كبار، وهتخلطي كويس جدا جدا الخليط بالشكل ده كده. تقدر تضيفي كوسة، جزر، كرنب مبشور، يعني المتاح عندك في البيت، وهتضيفي عليه البيض والدقيق والتوابل والبهارات وهتخلطيهم كويس جدا جدا. بعد كده في قارب الفرن بقى هندهنه زبدة من كل جنب، هنبدأ ننزل بالخليط في القارب بتاعنا بالشكل ده كده، وهنسوي الخليط في قارب مستطيل بالشكل ده. بعد كده هندخله الفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 3 أرباع ساعة، وهيطلع معاكي بالشكل ده كده. طبعا هتكوني ضيفة معلقة من البيكنج باودر مع الملح والبهارات اللي ضفتيها، وهيطلع معاكي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين.
وهتقطعيه بقى زي التوست كده قطع، وهتقدميه برضو في الفطار او العشاء. افكار جميلة جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله. ولكم مني كل شكر وتقدير، حضوركم بيسعدني جدا جدا. شكرا جزيلا لكل اصدقائي ومتابعيني. معانا برضو الوصفة الاخرانية، عبارة عن ميكس جبن، بصل اخضر مبشور وبقدونس وميكس جبن زي ما قلتلكو، ومعلقة جبنة سايلة وشوية من البهارات المشكلة. معانا بقى عيش جاهز، اي نوع عيش جاهز هنخلطهم كويس وهنضيفه في العيش وهنلفه بالشكل ده كده. وفي طاسة على نار فيها معلقة صغيرة جدا من الزبدة، هنحمره بالشكل ده على الجنبين ونقدمه للفطار او للعشاء برضو. فكرة جميلة جدا.